واحد ايه هي محكمه العدل الدولي؟ بص، اولا بس عايز اقول ملاحظتين في الاول خالص. واحده اجرائيه، ان كثير من المعلومات يعني جرت نتيجه نقاش بيني وبين الدكتور علي الغتيت استاذ القانون الدولي المصري الشهير والمحامي الدولي الشهير. الملاحظه الموضوعيه وهي انه ايا كان نتيجه ما سنناقشه وايا كان ما سيحدث امام المحكمه فهذا انتصار للقضيه الفلسطينيه باي شكل من الاشكال، وده حقيقه شيء مريح مبدئيا. نيجي للمحكمه. المحكمه نفسها اتكونت بعد الحرب العالميه الثانيه في سنه 45، فيها 15 قاضي. 15 قاضي بيجري انتخاب تلت الهيئه القضائيه كل 3 سنين، وبيقعدوا 10 سنين تقريبا، بتنتخبهم الجمعيه العامه للامم المتحده. المرة دي في الحقيقة أقدر أقول لك أنه في عقبة مش هتبان فيما بعد ويمكن محدش انتبه لها، وهي رئيسة المحكمة. رئيسة المحكمة هي جوان دونا هيو، دي اتخرجت في كاليفورنيا عندها 76 سنة. دي بقى أستاذ جمال خريجة مدرسة الخارجية الأمريكية في القانون. هذه المدرسة متخصصة في إيه؟ في أنها إزاي تكيف القوانين سواء كانت دولية أو محلية في تبرير ما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هنا حط 50 خط تحتها. ودي يمكن حدش انتبه لي. طيب، وهي هي 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 الذي تم يعني هل هي تملك هي قرار منفردا ولا هي لازم تلجأ لل احنا عندنا طبعا 15 قاضي، لو قدرنا نوصل لـ8 هيكون قدرنا ندين إسرائيل أو نحقق مطالب جنوب أفريقيا في الدعوة. الحاجة المهمة جدا انه الولايات المتحدة الامريكية من سنة 85 قاطعت المحكمة، قالت انا اذا عجبني الحكم هنفذه، ما عجبنيش الحكم مش هنفذه. واذا هنا ده اللي بيبين نظرية مدرسة القانون الامريكي في الخارجية الامريكية. يعني دي من الحاجات اللي ايه اللي احنا يعني لفتة للنظر جدا. لفتة للنظر. قبل كده على عكس ما يقال، قبل كده هو طبعا هنا اول مره اسرائيل تقف قدام المحكمه، لكن سبق المحكمه ايضا لها جانب من جوانب الفتوى. سبق ان الجمعيه العامه ارسلت ليها في سنه 2002 في يوليو 2002 طلب فتوى حوالين الجدار العنصري بتاع اسرائيل، والمحكمه حكمت بانه جدار عنصري ولا يجوز اقامته، ومع ذلك جرت اقامته. لكن دي تعتبر نوع من الفتوى وليست قضيه موجود. نيجي للموضوع بتاع اتفاقية الإبادة. الشيء المثير للسخرية حقيقة ان هذه الاتفاقية اتعملت لحماية اسرائيل. اتفاقية من عشان الهولوكوست وكذا وبتاع. سنة الاتفاقية دي اتعملت سنة 48. في ديسمبر 48 جرى اقرار هذه الاتفاقية، ثم جرى تفعيلها في سنة السنة اللي بعدها 49. ليه بقى؟ كانوا عايزين يحموا إسرائيل من تكرار عمليات الهولوكوست اللي اتجرت لليهود في ألمانيا النازية، اللي هو التطهير العرقي والإبادة الجماعية. فالمثير للسخرية يأتي التاريخ بأنه اللي انت عايز تحميه هو نفسه اللي انت بتتهمه بشكل أو بآخر. هنا مهم جدا، يعني هنا نقدر نقول وشرط أساسي أن تكون الدول الأطراف الدعوة متفقين على الموافقين على الاتفاقية ومصدقين عليها كمان. فجنوب أفريقيا دخلت الاتفاقية أعتقد 95 بعد ما استقلت عن نظام الفصل العنصري، وإسرائيل دخلت سنة 48 فيها. المهم هنا في الحقيقة أنه يجب أن تكون هناك إجراءات تمهيدية قبل رفع الدعوة، يعني فيما يمكن وصف بالإنذار. يعني الأول لابد أنه جنوب أفريقيا تنذر إسرائيل. فهي أنذرت إسرائيل بأكثر من طريقة.